بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، أشواط الرموز ما زالت مستمرة، جميع أشواطنا ما زالت في أيضا منطلقة، وما زلنا هناك ننطلق مع المراكز الأولى، والأشواطنا مخصصة أيضا رمزية وزايدة، مادة تراثية جميلة هي بالفعل مادة الزعفران. أسير بكم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط وانطلاقة هذا المركز. أيضا هملولة هزاع بن غاصب البرطماني من ينطلق مع المركز الأول القادم من ميدان الذراع للمشاركة في هذا الشوط. المركز الثاني القادم هناك الضبيعي لي بن سعيد الحبسي على المركز الثاني، لكن التقدم من قبل الشاهنية ثياب بن محمد الحبسي المنطلق في هذه اللحظات. رابع المراكز الوصول من بويضة عمر بن عامر المالكي مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من أيضا خطة خالد بن سعيد الرباعي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. هناك رمز خنجر، يوم تبحث عن الخنجر الذهبية، هملولة 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 نحو المركز الأول، نحو الانتصار الجميل، نحو الانطلاق الأجمل. هزاع بن غاصب البرطماني المنطلق البرطماني في هذا الشوط منطلقا نحو الناموس. المركز الثاني ايضا الشانية ثياب بن محمد الحبسي. المركز الاخر هناك ايضا الحبسي، لكن اعود مع ملولة اللي انطلقت نحو الناموس نحو الانتصار في هذا الشوط. هزاع بن غاصب البرطماني انطلق نحو الانتصار نحو رمزي هذا الشوط، ايضا يهدي السلام لمحبينا ولهالي ميدان الذراع. التحية الصباحية مرسولة من ميدان الرميل إلى هالي ميدان الذراع، ولك البرطماني على انتزاع هذا الشوط، تهانينا على هذا التألق. المركز الثاني ايضا المركز الثاني كانت هناك شانية ثياب بن محمد الحبسي. المركز الثالث ايضا الضبي علي بن سعيد الحبسي. والتوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و15 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملولة.